موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. قال الشيخ سعد رحمه الله: يأمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر لهم من الأنعام وذللها وجعل لهم مالكين لها مطاوعة لهم في كل أمر يريدونه منها، وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة من حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل إلى محل، ومن أكلهم منها وفيها دفء، ومن أوبارها وأصوافها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وفيها زينة وجمال وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها. أفلا يشكرون الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم ويخلصون له العبادة ولا يتمتعون بها تمتعا خاليا من العبرة والفكرة؟ وقوله واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، هذا بيان لبطلان آلهة المشركين التي اتخذوها مع الله تعالى ورجوا نصرها وشفعها، أي شفاعتها، فإنها في غاية العجز، لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانوا لا يستطيعون نصرهم فكيف ينصرونهم؟ والنصر له شرطان: الاستطاعة والقدرة. فإذا استطاع يبقى، هل يريد نصرة من عبده أم لا؟ فنفى الاستطاعة بنفي الأمرين، فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما. فنفي الاستطاعة يعني عن هذه الآلهة وهذه الأصنام ينفي الأمرين كليهما. وهم لهم جند محضرون، أي محضرون هم وهم في العذاب، ومتبرئ بعضهم من بعض. أفلا تبرأوا في الدنيا من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع والضر والعطاء والمنع، وهو الولي النصير سبحانه. وقوله فلا يحزنك قولهم، أي فلا يحزنك يا أيها الرسول قول المكذبين، والمراد بالقول ما دل عليه السياق، كل قول يقدحون فيه في الرسول صلى الله عليه وسلم أو فيما جاء به، أي فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي فنجازيهم على حسب علمنا بهم، وإلا فقولهم لا يضرك شيئا. في الآيات دعوة إلى التأمل في نعم الله عز وجل علينا، ومنها ما سخر لنا من الأنعام. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وكم ينتفع الناس بهذه الأنعام وكم فيها من الفوائد، ومع ذلك أكثر الناس لا يشكرون الله عز وجل عليها. كذلك نعمة التسخير، تجد الحيوان الكبير يقوده الطفل الصغير وهو مذلل له، فضلا عما يكون من ركوب بعض هذه الأنعام والأكل منها والمنافع والمشارب المختلفة،
وكل هذا من نعم الله على العباد، أفلا يشكرون؟ وهذا هو الدرس الثاني، وجوب شكر الله عز وجل على نعمه، وقد قال الله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقوله: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فيها بيان ما عليه أهل الإشراك من الضلال، فهم عبدوا غير الله عز وجل ابتغاء نصرته، وهذا الذي عبد من دون الله لا يستطيع شيئا من ذلك، وهذا فيه إبطال الشرك، إبطال عبادة غير الله، والعبادة كالدعاء والسؤال والاستغاثة وغير ذلك من الصور التي لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، الذين يطلبون المدد من الأموات أو يطوفون بقبورهم ويدعونهم من دون الله، كل هذا من الشرك الذي يحبط عمل الإنسان ويجعله خالدا في النار والعياذ بالله تعالى. في الآية الأخيرة التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى نفس الضرب الدعاء الذين يدعون إلى دينه إلى الإسلام، وذلك ألا يحزنوا مما يقوله أهل الكفر والإجرام، فإن الله عز وجل يكفيهم شرهم، ولكن عليهم أن يشتغلوا بما هم عليه من الحق وإيصال ذلك إلى الخلق مع الرفق بهم والرحمة والشفقة والاطمئنان والثقة بنصر الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يسر الأعداء وما يعلنون. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.